صغير ما شاء الله. متربي على البطولات، يعني مش حاجه جديده على نادي الزمالك. بس كان في فتره بس البطولات بعيده عن نادي الزمالك، يعني ده طبيعي بيحصل في اي في احسن انديه في العالم. فلا الحمد لله لما حسينا بطعم البطوله، لا يعني احساس الحمد لله احساس كويس جدا لينا. اللعيبه فرحانه واحنا ماشيين في الشارع، الناس مبسوطه اخيرا. الحمد لله. اوحش احساس لعيب الكوره انه ما يعرفش يمشي او يبقى مكسوف وهو ماشي في الشارع، لا قدر الله لما كنا بنخسر او كده كنا بنقف في البيت بصراحه، ما بننزلش خالص يعني. فالحمد لله حاسين، لا الحمد لله الناس فرحانه بتقول لنا مبروك كملوا على كده. فان شاء الله لا نتمنى ان احنا نكمل على نفس الخطوات دي باذن الله. يمكن كاس مصر يا محمد جاي بعد بطوله افريقيا. بطوله افريقيا نوعا ما كان في يعني زعل من الجماهير، الدنيا ما كانتش ماشيه كويس في بطوله افريقيا. بطوله كاس مصر شايف كويس قوي انها جت بعد الكاس على طول، ولا يعني شايفها توقيتها جيد بالنسبه لك انك تاخد بطوله الكاس بعد البطوله دي؟ شايف ان الدوري لو كان رجع كمان كنت ممكن تعملوا فيه شيء احسن كمان ولا ايه؟ طبعا يا كابتن، احنا كنا ماشيين في الدوري كويس قوي، وكنا ممكن اللي احنا وصلنا للدور النهائي كنا ممكن حصلنا على البطوله وكده، بس ما حصلش نصيب والدوري اتلغى. دخلنا بطوله افريقيا بدانا بدايه مش كويسه، بس مع الوقت اتحسنا وكان ممكن يبقى في امل بعد كده اللي احنا نصعد، بس ما حصلش نصيب. جت بطوله الكاس ديت اللي هتدي الثقه للعيبه، لان بعض تقريبا ثلاث ارباع اللعيبه الموجوده في النادي سنه صغير فما خدوش بطوله قبل كده. فاكيد لما يحسوا بطعم البطوله ويعرفوا ايه هي البطوله، اكيد بعد كده ده هيخلي اللعيبه لما يخشوا بطوله يبقوا مركزين فيها، واللي هم ان شاء الله اي بطوله يخشوها يحققوها ان شاء الله الفتره الجايه. البطوله دي اكيد بيبقى ليها كده اسرار وليها كواليس، يعني انت شايف ايه ابرز المحطات في بطوله كاس مصر؟ يعني حسيت مثلا البطوله دي بتاعتكم، حسيت ان البطوله دي ما ينفعش تسيبوها، لما اسماعيل طلع يعني انبسطتوا؟ يعني قول لي كده الحاجات اللي هي ما حدش يعرفها او شيء. والله يا كابتن لا، يعني احنا زي محمد قال، احنا لما طلعنا من بطوله افريقيا فالحمد لله بطوله كاس مصر كانت بعديها على طول، فقلنا لا ان شاء الله دي اعتقد اللي هي بطوله اول حاجه اللي هي صغيره مش طويله. كان في بعض الانديه ما دخلتش في البطوله، فخلاص نادي الزمالك لو ما اخدش البطوله دي يبقى خلاص بقى، يعني كل واحد يمشي من النادي ونروح بصراحه. يعني ما ينفعش نلعب في نادي الزمالك تاني، يعني نادي الزمالك نادي كبير بتاع بطولات على طول، يعني متعودين على البطوله. فكانت بطوله قصيره، بطوله فيها انديه ما دخلتش كتير، فكان لازم ان احنا ناخدها يعني. ابراهيم، البطوله وانت يعني مثلا في اول البطوله في افريقيا كنت تلعب اساسي، بطوله الكاس ابتديت تنزل الشوط الثاني، بتتضايق بقى ما بتضايقش؟ بيبقى دايما كان في تعليقات محمد متضايق عايز يلعب، حتى الجمهور كان بيحس ان انت لازم تكون موجود اساسي مثلا وهي رواد جهاز فني. انت شايف موضوع اللعب وعدم اللعب ده شايفه ازاي؟ وهرجع لعمر برضه في الموضوع ده. موضوع اللعب وعدم اللعب ده بتبقى رؤيه جهاز فني طبعا، لازم تحترم، بس هو دايما اللعيب لازم يكون عنده الاحساس، لو بيبقى زعلان ما بيلعبش فلازم يكون زعلان. لو اللعيب ما وصلوش الاحساس اللي هو ما بيلعبش يبقى زعلان، ما يبقاش لعيب كوره، يبقى وقت في البيت احسن. لكن لما ما بيلعبش وبقى زعلان دي حاجه كويسه، حاجه تفيد الفرقه وهتفيد الجهاز، لما يلاقينا لما يحتاجنا في وقت هيلاقيني جاهز. فهو ده الاحساس اللي كان بيوصلني. يعني ما كنتش متضايق مثلا، ما بتطمنش كويس، مش يعني ولا انا بتمرن كويس وشغلي كويس ونزلت ان شاء الله 5 دقايق ما لعبتش مش مشكله؟ لا انا شغلي الحمد لله ما احطش دي خالص، لان انا شغلي حتى اللعيبه عارفه والجهاز عارف ان انا قبل التمرين بساعتين ببقى موجود في النادي. بخلص تمرين امشي، بروح جيم بره النادي، فملتزم في حته الشغل. فاكر الجيم ده بتروح انت على طول؟ فمرتب. عمر شغال في الجيم على طول؟ لا والله. بره. بتساعد يعني، بتحس ان بيفرق معاك في الملعب؟ بيفرق يا كابتن، يعني كمان دي بتبقى على حسب حمل التدريب اللي في النادي. لو متمرنين جامد في النادي لا بناخد حمل صغير في الجيم، فدي يعني بتبقى بتكمل يعني التمارين في النادي. كابتن حامي تمارينه قويه ولا لسه ما دخلش مع فتره اعداد بجد؟ لا لسه ما بدأناش مع فتره اعداد، لما هو جه في وسط يعني وسط دوري يعني وسط موسم وكده، فما لحقناش فتره اعداد معاه. لا ربنا يستر عليكم. يعني كابتن حامي تمريناته قويه جدا، بس انتوا ممكن تمشوا. ده حاليا في